زين عندي هاشم نزال من نينوى فيديو مو انطوني يا هاشم نزال طوني الفيديو رحيم. اناشد الدكتور الاعلامي الكبير الاخ نجم الربيعي، اناشده باسم الانسانيه وباسم حقوق الانسان التدخل العاجل لانقاذ ابنتي المحروقة هيام هاشم من يوم 17/11 مشعولة 45 يوم بالمستشفى، وطلعتها على مسؤوليتي لأن جافت بعد ما حد يقدر يصلي يمها، وعالجها علاج خارجي يقولوا له الشمعية موصل منطقة حي النور المدعو بيت سيد مجيد، علاجها يومية 125 كان على حق ايده بس، هسه نزلناه على 100,000 ويا الروحة ويا الجاية يومية اصرف 150 وندانية فوق 17 مليون، وبعد ما ظل عندي امكانية واني معوق. اناشد السيد رئيس الوزراء، اناشد الخيرين الطيبين العراقيين الشرفاء، وبنتي صار لها 3 ايام نايمة بالبيت ما عندي علاج اقدر عالجها، وجزاكم الله الف خير. هاشم شلونك؟ على راسي. هلا بالدكتور الفاضل، يا مرحبا. انت بنتك محروقه؟ محروقه، اصور لك اياها فيديو، ادز لك صور، شو تريد اني وياك؟ ايش كثر عمرها؟ 21 سنه. زين، انت بيا مستشفى كنت نايم؟ بالحروق بالموصل. 45 يوم ما عدتم الحروق؟ لا الدكتور العفاني توهمت، لا مو 45 يوم، اقل من 45 يوم، بس من 17/11 انا دخلتها مستشفى. زين، المستشفى نيموها عالجوها؟ بس الحيطان موجوده، بس الحيطان موجوده دكتور، كلها اشتري على حسابي، اشتري يوميا ابرتين الامبولين 100,000 من صيدليه الفرقان بحي المصارف بالموصل. زين ابو مستشفى الحروق بالموصل يقول لك شنو؟ نعم. مطيك بس شرباية تام بيها ما عدا دواء؟ بس الشرباية، الله وكيلك والمغذي دكتور. وجاء القاضي مع الرئيس مكافحة الإرهاب، اي، واشتكيت يمه وواقف مدير المستشفى، ومو بس انا اشتكيت، نزل الجماعة وياي. قال وجه بوجه، قال انا صارف لهذا المستشفى 3 مليارات بس كلها بوق وبوق. هذا منو مدير مكافحة الإرهاب؟ قاضي مكافحة، مدير رأسة مكافحة الإرهاب، مدري شو اسمه. ايه، جاء زار المستشفى وقبل ما يطلع رحت عليه وجبت أهم ناس وياي عندهم مرضى واشتكينا يمه، لأن واحد من الحماية قال لي تعال اشتكي يم الأستاذ، وجيت حكيت للوضعية بدا مدير المستشفى يقول احنا صارفين 3 مليارات لهذا المستشفى وكلها بوق بوق. يوميا ابرتين اشتري 200,000 ما عدا العلاج كلفني، والله اقسم بالله العظيم يوميا 450-500,000 كنت اصرف غادي بالمستشفى. وقال له يعني اخر شيء مدير المستشفى قال لك بالنص انه ما عندنا علاج للحروق؟ يقول ما عندنا علاج، ما يجينا علاج. بيخاف باكر مدير المستشفى يقول لك صرفنا لها وطيناها وداويناها وعالجناها. قبلتين عندها استاذ دكتور نجيب، اي، طبلتين عندها، صارن طبلتين مو طبله واحده، اقوى شعل كانت بنتي، اقوى شعل كانت بالمستوى شعل بنتي. يعني انت نايم يعني على الشربايه يعطونك مغذي ويكتبون لك راتشيته تروح تشتريها من الصيدليه؟ كلها كلها، نعم، على الصيدليه، على الصيدليه كل يجي دكتور هذا العلاج جيبه، هذا العلاج جيبه، كلها من الصيدليه. ولا حد يعني، مو بس انا اشكيلك، هذا كل النايم المرضى كل شكل. انا رسالتي للاخ السيد محافظ نينوى نجم الجبوري، هذا مواطن من الموصل يدعي، الان خليني اقول يدعي، انه هذا الذي يصير بمستشفى الحروق، اللي يرجو من عندك يا سياده المحافظ ان تركب سيارتك او يتصل علي الاخ اديب وابعث لك تليفون هذا الرجل، حطه بسيارتك وروح المدير المستشفى اسأل، أقول له ادعاء هذا الرجل صحيح لو كذب؟ لأن أنا من إجيت الموصل ما زالت هنالك صورة
وستبقى إن شاء الله جميلة عن الموصل، وأعرف أنت تتابع ولديك كادر يشتغل معك يتابع، لكن ما حقيقة هذا أن الرجل نايم بالمستشفى مطينا فقط سرير ويشتري العلاج هناك؟ خلينا نشوف وين الحقيقة بهذا الموضوع.